Bonjour les économistes et les gestionnaires. Cette vidéo est pour le Nestlé Indom, le concours ديال تصرفين من الدرجة الثالثة ولا من الدرجة الثانية. التكنيسيان تاعهم راه معنيين بالأمر، بالتالي نوريكم طريقة التسجيل بعجالة. إذا يكفي في أنك تكتب ناس خدو لا سونتي في جوجل ودخل سيت ديال مينيسترات سونتي، هنايا دخل اول سيت ديال santé.gouv.ma. اول حاجة كنضغطو على، يعني دخلنا للسيت اللي بغيناه، كنضغطو على الريكروتمون اي كونكور. هيا كدينا هاد الباج، هاد الباج كنضغطو عليها في توت لي سيسيون. هنايا في التحت كدينا عاوتاني غنمشيو لتحت غنبركو على عفوا غنضغطو على لي سادمينيستراتيف اي تكنيك. على حسب شنو عندك، واش باغا ميديكال ولا ميديكال ولا لي سادمينيستراتيف اي تكنيك. حنا بغينا لي سادمينيستراتيف اي تكنيك. بغينا الناس ديال الادمينستراتور 3ام كاد. غندخلوا الشروط، بالنسبة للمباراة غتكون نهار 23 يوليوز على الساعة 9 صباحا بالمراكز التالية، كاين الرباط، الدار البيضاء إلى آخره. هاد المناصب هي 150 منصب. بالنسبة للتخصصات المطلوبة كاين علوم اقتصاد والتدبير، كاين العلوم القانونية، وكاين الكيمياء، كاين اللغات والتواصل. شروط الترشيح وشرط، كاين شرط السن على الأقل 18 سنة وعلى الأكثر 45 سنة، وتكون عندك الإجازة في دراسة الأساسية ولا الإجازة المهنية. بالنسبة للاختبارات، نوعية الاختبارات كاين ثلاثة الاختبارات. اختبار الأول اختبار كتابي خاص يعني بتخصص ديالك، على حساب واش اقتصادي ولا يعني تعلق بمختلف القضايا القانونية الاقتصادية التدبيرية إلى آخره. المدة ديالو 3 سوايع، المعامل ديالو 2. بالنسبة للاختبار الثاني كتابي متعلق باختصاصات الإدارة ديال وزارة الصحة، مدته 3 ساعات ومعامله 3. اختبار ثالث بالنسبة للناس اللي كينجحوا في الكتابي كيدوزو عادي، كيدوزو شفوي، كيناقش واحد الموضوع مع اللجنة، وبالتالي تقدر المدة ديالو تكون 15 حتى 30 دقيقة، والمعامل ديالو 3. غنمروا دابا يعني الناس اللي كيدوزوا الشفوي هما اللي كيحصلوا على اللي كتكون عندهم النقطه ديال 10 على الاقل 10 على 20. وبالتالي هنايا تسجيل في التطبيق المعلوماتي اللي هو هذا اللي دخلنا عليه دابا ديال www.santé.gouv.ma. واخر اجل باش تدفع لهاد المباراه هو 14 يوليوز. وبالتالي هنايا يعني اولا مش ما نساو، المهم يعني التوقيت ديال اخر اجل هو 4 نورمالمون، يعني دائما الاكثريه هنايا كيديروا يعني 4:30 اخر اجل لايداع الترشيح، ملف الترشيح. هنايا تكون ملف الترشيح من الوثائق التاليه، كاين النسخه ديال الاجازه ولا ديبلوم اللي عندك، زائد النسخه ديال البطاقه الوطنيه. بالنسبة للحالة الاستثنائية كاينة ديال كيزيدو شهادة ديال تشريف لوائح الأشخاص في وضعية إعاقة، ولا نسخة من شهادة تثبت صفة مقاوم مكفول الأمة وعسكري قديم ومحارب قديم، ترخيص لجزئية المباراة بالنسبة للمترشحين الموظفين ومستخدمي المراكز الاستشفائية، حتى هما كيديرو الترخيص باش يدوك في المباراة. لوائح المترشح المقبولين راه كيتلونصا في هذا السيت، لا ميم سيت. وبالنسبه للملاحظات كاينين يعني الملف كيكون كيتلغى كيتانولي الى يعني الى خاصه شي وثيقه،
ويعتبر لغي كل ملف ترشيح يدرجه على المنصة الإلكترونية بعد التاريخ المحدد، يعني خاصك تدفع في الوقت وتبوستي لي يعني الوثائق ولي ديكومون دومونتي. هنايا يعني السيت، هاد السيت قابل يعني هو يعني كافي لهذا الغرض وقابل وغير قابل للتعديل، يعني تحاول ما امكن انك ما تغلطش في التسجيل ديال لي زانفورماسيون ديالك كيما هما، وبالتالي يعني تحدد بالنسبه هنا تحدد لوائح الناجحه مرتين حسب الاستحقاق. وبالتالي دابا غندخلوا يعني فين كنسجلوا هنايا متصرف من الدرجه الثالثه. دابا نفس القضيه الناس اللي غتسجلوا في تكنيسيان 3 كاد، نفس الحاجه اللي غيديروا غيدخلوا نفس السيت نفس السيت يعني، ولكن هنايا كي بلاشي بالنسبه للفورمولير يعني كاينين نفس لي زانفورماسيون دوموندي بار لو مينيستر. هنايا كتختار اول حاجه باش هنايا كيبريسيزيو شنو يعني اش من كاد عندك، يعني شنو طالبين. يعني حنا غنمشيو لادمينستراسيون لادمينستراتور عفوا لادمينستراتور 3 كاد، ولا الا بغيتي الا عندك تكنيسيان 3 كاد كتبوستي لي فيها هنايا على حسب شنو عندك، واش تكنيسيان 3 كاد كتبوستي لي هنايا، الا عندك هنايا لادمينستراتور 3 كاد كتبوستي لي هنايا. هنايا الا بغيتي تشوف الكونديتاتور ديالك، ولا الا بغيتي دير الديبو ديالك. بالتالي هنايا كتبوستولي هنايا يكفي انك تبرك على بوستولي، كدير هنايا سيفيليتي ديالك، كتبدا بالسيفي هنايا اول حاجه. فوي رونسيني سوانيوزومون لي شون افان ديفيتي لو روجي دو لا كانديداتور. هنايا يعني قال لك دخل المعلومات ديالك بعنايه باش تيفيتي المشكل ديال انك الدوسي ديالك ما يتقبش، وان شاء الله كل شيء راه عارف كيفاش يسجل المعلومات ديالو. بالنسبه للسيفيليتي كدير واش مادموزيل ولا مدام ولا مسيو. بالنسبه للسي ان اي كدير نيميرو دو لا كارت ناسيونال ديالك هنايا، ياك هنايا لو نون كدير سميت كنيتك هنايا لو نون الكنيه ديالك يعني اسم العائلي. هنايا لو برينون كدير سميت شخصية، يعني هنايا كدير لو نو اون عرب هنا عفوا هنا اسم العائلي باللغة العربية. هنايا هنا كدير لو برينون اون عرب اسم شخصي باللغة العربية. هنايا لا دات دو نيسونس امتى تساديتي، هنايا كدير لو ليو دو نيسونس فين ابلاصه تساديتي، هنايا لادريس فين كاين دابا انت حاليا، اين مدينه اين بلاصه كدير لادريس. هنايا كدير لا فيل المدينه اللي انت فيها حاليا. هنايا نيميرو ديال التليفون ديالك، هنايا كدير نيميرو التليفون، هنايا كدير ادريس ايميل ديالك، هنايا كدير يعني كيقول لك واش انت اونسيان ميليتير واش انت عسكري قديم ولا اونديكاب ولا بيبل بيبل ديال لا ناسيون ولا فونكسيوني. الا ما عندك حتى حاجه راه اصلا كيديروا هنايا نو نو نو. بالنسبه للكونكور اورغانيزي كتختار هنايا ادمينستراسيون سنترال ولا يعني مراكز اسفي، هنايا كديروا ادمينستراسيون سنترال، هنايا كدير سبيسياليتي ديالك عفوا، هنايا كدير اولا سونتر ديال الكونكور. اون فوا انك كدير ادمينستراسيون سونترال كيخرج لك لو سونتر ديال الكونكور، كدير واش دخله ولا مراكش ولا وجده ولا كازابلانكا ولا غابه ولا الرشيديه. اذا كنديرو سبيسياليتي، كدير مثلا واش عندك شيمي ولا جوريديك ولا ليكونومي، المهم على حسب التخصص ديالك. هنايا سبيسياليتي
مونسيوني في الدبلوم ديالك كتكتب هنايا واش عندك لا ليسونس في ليكونومي اي جيستيون ولا عندك هنايا غنذكر يعني بالنسبه للتقييم الدرجه الثالثه راه كيديروا كيدخلوا هي البوست اللي عندهم تماك في يعني فين دخلنا في الاول لهاد الباج كتضغط في البوست اللي في لو ثوازيام كراد تكنيسيان ثوازيام كراد كيخرج لك السيت هنايا وكدير لي زانفورماسيون كيجي ليك هنايا كونكور اوكانيزي كدير ادمنستراسيون سونترال وكدير سونتر دو كونكور وهنايا كيخرج ليك سبيسياليتي اوتوماتيكمون كيديروها هنايا بالنسبه للسبيسياليتي مونسيونيل في الدبلوم ديالك كدير مثلا لا ليسونس اون ايكونومي جيستيون هنايا لا دات دوبتونسيون ديال سميتو ديالك ملي كدير سويفون كيديك الباج لي غتفي فيه لي غتفي فيه لا كارت ناسيونال ديالك وغتفي فيه يعني الدبلوم ديالك اذا شكرا لكم